حياكم الله ويانا من جديد ومرحبا وسهلا في كل من انضم لمتابعتنا في برنامج خلك في البيت. تمر العملية التعليمية العالمية على اختلاف مراحلها بتحدي منقطع النظير وفق أبعاد متباينة في ظل الجائحة اللي قلبت الموازين وأربكت كل المقاييس، ففرضت نظام عالمي مغاير عن اللي نعرفه. نعم، للحديث أكثر عن شؤون التعليم العالي وعن طلابه من طلاب المعالي، يسعدنا أن ينضم إلينا معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي. يا مرحبا بك معنا معاليك عبر برنامج خلك في البيت. وبداية، ماذا فعل اليوم تحدي فيروس كورونا بنظم التعليم العالي في داخل الدولة وما تبعاته على مبتعثيها؟ سامعت محمد الله. طبعا بداية مشكورين على الاستضافة في ظل هذه الفترة اللي تمثل لدولة الإمارات تحدي على الصعيد العالمي، ولكن أيضا هي توفر في الحقيقة فرصة ذهبية للإمارات تمثل جدارتها في تقبل التحديات وتحولها إلى فرص. طبعا لا شك أن هذا الفيروس أثبت أنه ليس فقط تحدي في مجال الصحة، ولكن يمس جميع القطاعات، وقطاع التعليم العالي هو أحد هذه القطاعات اللي تأثر، يعني خلينا نقول بشكل جذري. مثل ما تعرف الفيروس هذا طلب من جميع المؤسسات أنها تتماشى مع متطلبات التباعد الاجتماعي في البداية، فكانت هنالك بعض الجامعات اللي هي أوقفت بعض المحاضرات، بعضها أوقفت بعض اللابات، ولكن اليوم في معظم دول العالم تتم عملية التعليم عن بعد. إذا بدينا في البداية على مستوى الإمارات، نحن اتخذنا قرار، أعطينا جميع الجامعات في الدولة فرصة أسبوعين لتدريب الكادر الأكاديمي والفني لتحويل المحاضرات الفصلية إلى محاضرات أونلاين. وبعد أسبوعين هذا بدينا في أسبوعين، أول أسبوعين تجريبيين، جميع المؤسسات الحمد لله تحولت إلى نظام اللي هو التعلم عن بعد. وفي الأحد الماضي نحن كوزارة التربية والتعليم قمنا بمنتدى إلكتروني شاركوا فيه جميع مدراء ورؤساء الجامعات في الدولة، وكان هنالك حوار صريح على التحديات والفرص. فاللي شفنا الحمد لله رب العالمين، الإمارات باستثمار الحكومة الرشيدة ورؤيتها المتشرفة للمستقبل، كان في استثمار في البنية التحتية بدأ من تقريبا 10 سنوات، واليوم نراه في الواقع. برنامج الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي هو بنى بنية تحتية قوية، ولم تكن موجودة اليوم ما كنا بنقدر نتحول إلى التعلم الإلكتروني، فهذه حقيقة نفعتنا جدا. التحدي اللي حصل عندنا كان فيه شقين. تحدي واحد هو كيف يستطيع للمحاضر أو الكادر الأكاديمي أن يقيم هذا الطالب وعليه أساس قيمة. اليوم الطالب هذا فجأة طلب منه أن يتعلم عن بعد، أن يسلم عمل عن بعد، فكيف نقدر نقيمه بدون ما نأثر على نسبته في التخرج؟ فكان في حوار كبير، أوروبا عندها نظرة، أمريكا عندها نظرة، ولكن إحنا في الإمارات اتخذنا القرار التالي: جميع المؤسسات بتقيم الطلبة بالطريقة التقليدية، يعني في كل مادة بيحصل مثلا A B C أو D، وأيضا بوفر خيار لجميع الطلبة أن يختار نجاح أو عدم النجاح، اللي هو pass or no pass. نعم. شو اللي يحصل؟ هذا الطالب اليوم خلينا نقول أحمد اليوم معدل تراكمي خلينا نقول 3.0، ويكفي بعض المواد بحكم أني اضطريت يتحول أونلاين يبقى مستوى أقل، وأنا عارف أن هذا ما يعكس قدرتي الأكاديمية، ولكن هو كان تحدي في ظل التحول إلى النظام الإلكتروني، ولذلك مستواي أو درجتي نزلت. في هذه الحالة أقدر بدل ما أنا أقبل بالنتيجة اللي عندي إن كانت مثلا سي أو دي أو بي أخذ باس. اللي يحصل إنه يعتبر أني خلصت المعادلة هذه، أو خلصت متلزمات التخرج لهذه المادة. نعم. ولكن لا تحسب في المعدل التراكمي. فهذه الآلية أعطت الطلبة الأريحية، لأن هذا مثل ما قلنا تحدي جديد عليهم، فيكون عند الطالب الخيار إذا كان درجة هو راضي عنها يقبلها تدخل في المعدل التراكمي، لو شافه ما تعكس قدرات الأكاديمية ممكن يختار مجرد نجاح فما يعيد المادة، ينجح ولكن لا تدخل النسبة في عملية تقييم الطالب كجي بي اي.
جميل جدا إيضاحك لهذه النقطة، نقطة جدا مهمة، وهي كيفية احتساب المعدل التراكمي للطالب في نهاية عام الدراسي. إذا نحن الآن نستوضح منك أن في خيارين، إما أنك أنت تقبل اجتياز هذه المادة بدون احتساب الدرجة في معدلك التراكمي ويبقى كما هو، أو الانتقال للخيار الآخر وهو أخذ امتحان آخر وأخذ الدرجة واحتسابها مع المعدل التراكمي. ننتقل معك معاليك إلى دوركم أنتم في هذه المرحلة. طبعا عرفنا أن تم إجلاء الكثير من الطلبة حول العالم، لو نتكلم عن هذه الطلبة لما وصلوا للإمارات كيف كانت عملية التنسيق والتنظيم لهم من خلال جامعاتهم على مختلف دول العالم؟ نعم طبعا مثل ما ذكرت سابقا هو التحدي كان كبير، ومثل ما تعرفين المرض هذا تفشى في دول قبل دول أخرى، فأعطانا احنا نوعا ما فرصة أساسا احنا نقدر نسبق الموضوع ونلصق مع وزارة الخارجية، وأنا انتهز بالفرصة هذه لشكر جميع العاملين في المحاقيات الثقافية والسفارات في الدولة ووزارة الخارجية أيضا. قمنا برصد جميع طلبتنا، الأغلبية الآن أو بشكل عام يدرسون ما بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، يشكلون تقريبا 87%. الباقيين متوزعين على دول مختلفة من ضمنها شرق آسيا، مثل ما شفتوا في الأخبار في بداية المرض كانت طلبة في الصين وتم إجلاءهم أيضا، فالإجلاء أيضا كان متزامن مع انتشار وتفشي هذا المرض. نحن لما شفنا الموضوع هذا أنه راح يتفشى بزيادة وتوقعاتنا كانت راح يزيد، طلبنا من طلبتنا نقول أي طالب اليوم إذا تم تحويل التعلم في جامعته أو جامعة الطالبة هذه إلى تعلم إلكتروني، إلزامية الطالب أن يرجع للدولة. أما لو كان في مؤسسة تعليم عالي والدراسة التقليدية ما صح فيها أي تغيير، هو غير مجبر للرجوع، ولكن إن أراد تقوم الوزارة بتوفير التذكرة والإجلاء لدولة الإمارات. ومثل ما تعرفون مع الوقت المملكة المتحدة في بريطانيا أغلقت جميع مدارسها وجامعاتها، كانت أول مجموعة كبيرة تم إجلائها. الصعوبة والتحدي كان في الولايات المتحدة بحكم المساحة، بحكم أيضا تباعد السياسات من ولاية إلى ولاية، ولكن حقيقة أرجع وأقول سفارتنا في واشنطن ما قصرت، كل الطلبة تم إجلائهم، مجموعة قليلة ظلت حوالي 30 طالب، عدد منهم كبير يعمل في مستشفيات اليوم ويساعد أيضا في عمليات معالجة هذا المرض في الدول اللي هم فيها، يكسبون منها خبرة وفي نفس الوقت يعكسون أيضا سمعة الإمارات ومساعدة الإمارات في الأوقات الصعبة هذه. طبعا معاليك جهود كبيرة تشكرون عليها. استضفنا نحن معاليك في الحلقات السابقة عدد من الأطباء الإماراتيين في العديد من دول العالم ممن كانوا في تلك البلدان لدراسة الطب، وما لبثوا أن انضموا إلى الصفوف الأمامية في تلك الدول. هل أنتم على تواصل معهم اليوم؟ وما رأيك في تصرفهم؟ نعم طبعا لا شك هناك تواصل مستمر مع جميع الطلبة اللي هم موجودين حاليا في دولهم. طبعا هو كان قرار صعب، يعني بعض من الطلبة اللي يدرسون طب تحديدا أو التمريض فضل رجوع للدولة في حال لا سمح الله احتجنا كادر طبي إضافي يعين أخوان وأخواتهم في الدولة، فكثير منهم رجعوا، وهنالك كادر آخر فضل البقاء. طبعا نحن كنا حريصين أن الأغلبية ترجع لأن أولوية للدولة، ولكن في بعض من هؤلاء الطلبة حصلوا على زمالة بصعوبة جدا في جامعات قوية ومستشفيات قوية، فشفنا أن وجودهم في هذه الدولة واكتسابهم الخبرات هناك هو يمكن أهم للدولة من تواجدهم حاليا في الوقت الحالي في الإمارات. الحمد لله اليوم القيادة الرشيدة وجهود جميع الجهات الموجودة متحكمين في تفشي المرض في الإمارات، لا شك الأعداد طبعا تزيد بشكل طفيف وهذا طبيعي، ولكن ما وصلنا لمرحلة حرجة تستدعي إجلاء جميع الدكاترة والأطباء. طبعا بيضة والويف ما قصروا ما شاء الله في دول مختلفة، وأعتقد لا شك أن هذه خبرة بتنفعهم على المستوى الشخصي وتنفع الإمارات أيضا في التعامل مع هذه الأوبئة في المستقبل. للأمانة شباب الإمارات بيضوا وجه الإمارات وأظهروا أيضا أن عيال زايد في مختلف المحافل هم كفوا قدها. لو نتحدث معك عن تغيير منظومة التعليم العالي سواء في دولة الإمارات أو الخارج، شاهدنا قبل مدة طبعا رسالات دكتورة وماجستير تناقش عن طريق الاتصال المرئي عن بعد، الآن من وجهة نظرك هل سيتغير وستتغير منظومة التعليم العالي بعد كورونا؟ طبعا لا شك هي بدأت بالتغيير قبل كورونا، يعني هنتكلم حتى على سبيل المثال من أكبر التحديات اللي كنا نواجهها هو انتساب بعض الطلبة للدراسة خارج الدولة في مواد تدرس
100% عن التعلم عن بعد اللي هو 100% أونلاين. ففي السابق كان هناك تحفظ، والتحفظ هو أن اليوم دولة الإمارات تمثل من أفضل الأسواق للعمل. إذا شفتي على مستوى التبيان اللي يحصل سنة في الوطن العربي، للمرة الثامنة على التوالي تختار الإمارات مثلا في دبي كأفضل وجهة للعمل. وبالتالي شو اللي يحصل في بعض الحالات؟ هنالك أفراد من خارج الدولة يحصلون على أي وسيلة للحصول على شهادة إلكترونية، لكن وليس بالطريقة الصحيحة للحصول على فرص عمل في الإمارات. فالتحدي هو اليوم كيف نحن نمنع بعض هذه الإساءات أو بعض خلينا نقول هذه التحركات الغير صحيحة باستخدام شهادات وهمية أو شهادات غير مصدقة، ولكن في نفس الوقت ما نمنع الطلب اللي هم فعلا ملتحقين في جامعات قوية أنهم يلتحقون أو يتم اعتماد شهادتهم. تم اتخاذ القرار مع بداية العام هذا قبل تفشي كوفيد أن أي طالب أو طالبة تخرج من جامعة، من الأفضل أن يتم جامعة على مستوى العالم، مواطن كان أو وافد، تعد الشهادة مباشرة. فلا ندخل، نحن ما ندخل في كم نثبتها أونلاين أو كم نسب الحضور في بلد الابتعاث. فتحولنا وقلنا هذه الجامعات اليوم نحن متفقين أن مستوى التعليم فيها ممتاز، فلا ما فيها أي مشكلة إذا طالب درس 100% أونلاين. وأتوقع إن شاء الله مع الوقت ومع اليوم تجربتنا هذه في التعليم الإلكتروني ستزيد من هذه النسب في المستقبل. معاليك، كما نعلم هناك دور كبير للسفارات والقنصليات بإجلاء طبعا الطلاب في هذه العملية خاصة في هذه الفترة. لو تحدثنا عن دورهم في مختلف دول العالم وعن مدى تعاونهم اليوم معاكم خاصة في فترة كورونا. طبعا لا شك تعاونهم كان كبير على مدار الساعة حقيقة. الوزارة الخارجية عندها مركز عمليات في أبوظبي، وكل السفارات شغالة على مدار الساعة. عندنا ملحقيات ثقافية في أستراليا في الشرق وفي المملكة المتحدة وفي الولايات المتحدة في أمريكا. فتقدر تتوقع أنت شغالين ما شاء الله مثل ما يقولون 24 hours. لكن الحمد لله تم إجلاء معظم الطلبة. الوزارة الخارجية أيضا حتى بعد إيقاف الرحلات بشكل رسمي رصدت الطلبة اللي ما زالوا موجودين اللي ما لحقوهم يرجعون، وأيضا رصقنا معاهم بتوفير مع الطيران المدني رحلات استثنائية، رحلات إجلاء. فكان في جزء منها كان خلينا نقول بزنس از يوجوال اللي هو حجز التذاكر واجلائهم والتحرك منو موجود منو غير موجود. ولكن بعد ايضا اغلاق المطارات تم ايضا السماح برحلات اجلاء من المملكه المتحده ومن بريطانيا. هذا ما كان راح يكون حقيقه، ما كان راح يحصل لولا تضافر الجهود. اليوم عندنا ايضا طلبه مبتعثين على حسابهم الخاص، فهو لا يتبع التعليم العالي ولا يتبع جهه معينه. فايضا تحديد مواقعهم كان في تحدي، ولكن الحمد لله مع خدمات السفارة اليوم نستطيع أيضا أن نتحرى ونتحقق من وجود الطلبة ونتواصل معهم. أرجع وأقول النجاح أو سر نجاح الإجلاء هذا كان هو في توافق الجميع من وزارات إلى ملحقيات إلى سفارات إلى طيران مدني، كله كان في خدمة هذا الطالب. واليوم حتى بعد رجوعهم اليوم نتواصل مع هيئة تنظيم القطارات على سبيل المثال لتوفير لهم أكاونتات التواصل مع زملائهم في بلد الابتعاث للتواصل بخصوص دراستهم والأسايمنت اللي عندهم. نعم معاليك، وزارة التعليم العالي ترسل طلبة الإمارات للابتعاث الخارجي في أكثر من 22 دولة حول العالم في مختلف التخصصات. الآن في زمن الكورونا، هل ستتغير هذه التخصصات مستقبلا؟ هل ستضعون معايير معينة للابتعاث أو برامج مخصصة للابتعاث؟ نعم طبعا، احنا بدينا في تغيير متطلبات الابتعاث. يعني من حوالي 4 سنوات قلنا أن لأي طالب يدرس خارج الدولة يجب أن يدرس في جامعة مستوى أعلى من الجامعات الموجودة في الدولة. اليوم الحكومة ما قصرت، وفرت جامعات جدا قوية، جامعة خليفة الإمارات الأمريكية في الشارجة، المواييو باريس سوربون وغيرها من الجامعات. فلذلك احنا قلنا لن نبتعث طالب الدراسة خارج الدولة إلا إذا التحق بجامعة من أفضل 200 جامعة في العالم. الآن أنا في رأيي الشخصي الأزمة هذه الحالية اليوم لها منافع كثيرة. نحن كنا وما زال عندنا نقص حاد في الطلبة واستقطابهم لدراسة مجالين الطب والتعليم. لكن اليوم أعتقد الكل اليوم حس، المجتمع ككل حس بقيمة الكادر الطبي، حس بأهمية الكادر الطبي. فنتوقع إن شاء الله نحن وأردبت عنا من ضمن قراءاتنا للطلبات اللي جتنا العدد ذات
الطلبة إناث وذكور الذين يريدون يلتحقون في مسارات طبية في الزيادة. فهذه طبعا باشر جدا طيبة، نحن نتمنى العديد منهم يلتحقون، وأيضا حتى في التعليم اليوم ضغط كبير على المعلمين. اليوم نحن كأولياء أمور حسينا بالضغط الهائل على أو على المعلمين في التدريس، جربناها في البيت. اليوم أنا يوميا أساعد أبنائي في التعلم، فقلنا نحس بالعبء الكبير، وأيضا أصبح هناك تقدير أكبر لمهنة المعلم. فأنا أعتقد هذه الأزمة كانت بمثابة هدية لترسيخ مكانة المعلم وترسيخ مكانة الطبيب. واتمنى ان شاء الله وشجع هذه الرساله ادفها لكل طلبتنا الجامعه الثانويه العامه انهم يقدموا على هذه التخصصات. هذه التخصصات هي اساس الدوله، وهي التخصصات اللي راح نرجع لها ان شاء الله في ظل التغيرات الموجوده في المستقبل. معاليك، ما هي رسالتكم اليوم التطمينيه لرعاية التعليم العالي في داخل وخارج الدوله؟ عفوا ممكن تعيد السؤال بس ما هي اليوم رسالتكم التطمينية اليوم لطلابنا ورعاينا أيضا في التعليم العالي داخل الدولة وخارجها؟ نعم طبعا الرسالة بدوها شكرا الله يحفظهم. التعليم في الإمارات مستمر ونحن ما نقلل من هذا الشيء، لأن اليوم دول كثيرة أوقفت التعليم تماما، من ضمنها على سبيل المثال فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج والمملكة المتحدة. فمجرد وجود الإمارات من ضمن القائمة القليلة هذه اللي استمرت في التعليم عن بعد، ولا شك في تحديات، في تحديات على مستوى الطالب، على مستوى المعلم، على مستوى ولي الأمر، ولكن هذا يزيدنا إصرار على استكمال هذه الرسالة. الإمارات اليوم في متقدم الصفوف في جميع المجالات، إن كان في استكشاف المريخ، إن كان في التعليم، إن كان في غيره. فهو تحدي لا شك، ولكن هو في رأيي الشخصي يبعث فخر لكل إماراتي ومقيم في هذه الدولة، أنك أنت اليوم في دولة تهتم في التعليم، إن كان بالطريقة التقليدية أو بالطريقة التعلم عن بعد، هو أولوي للدولة في كل الظروف. وإن شاء الله نشوفكم متخرجين وترجعون في التعليم العالي بإذن الله. معاليك، لو نتحدث عن استجابة طلابنا وطالباتنا بعد عودتهم من البلادين اللي كانوا يدرسون فيها، كيف تشوف استجابتهم اليوم لتجربة التعلم عن بعد للي يكمل عن بعد في جامعته؟ وأيضا نسألك عن العلوم المتقدمة شوي، أنت ذكرت يمكن نقطة عن طبعا دراسة المريخ وغيرها من برامج دولة الإمارات، لكن لو نتحدث عن العلوم المتقدمة ومستقبلها الآن كيف سيكون؟ طبعا لا شك أن الإمارات اتخذ قرار أنها تدخل في مجال الفضاء. مجال الفضاء اليوم هو خلينا نقول نادي محدود، في بعض الدول فقط تشارك فيه، نتكلم عن 8 أو 9 دول فقط وصلت للمريخ أو راح توصل للمريخ. فوجود الإمارات من ضمن هذه الدول هو أيضا طريقة لنحن نأهل كادر للمستقبل. الوصول للفضاء يحتاج جميع التخصصات، يحتاج علوم، يحتاج هندسة، يحتاج طب، يحتاج علوم في الطاقة إلى ما ذلك. فهي وسيلة لنحن ندفع بعملية التعلم على مستوى المدارس والجامعات. ففي رأيي الشخصي أنا أتوقع سيكون تركيز أكبر على جانب البحوث. نحن العام هذا بدينا بتمويل أول مشاريع على مدى 3 إلى 4 سنوات في العلوم، تقبلنا طلبات من جميع الجامعات، أرسينا 4 بحوث في التغذية وفي علوم التعليم أو التربية وأيضا في الطاقة وفي الطب. شفنا اليوم الحمد لله في إقبال أكبر على موضوع البحث العلمي، ولا شك اليوم إذا نحن حابين إن نحن نبني اقتصاد قائم على المعرفة نحتاج باحثين بجميع المجالات، باحثين في الاقتصاد يدرسون اليوم كيف راح تكون دولة بعد 6 شهور بعد سنة، باحثين في الطب يجدون أيضا حلول لهذه الأوبئة، باحثين في علوم الفضاء نشوف شتى حاجات الموجودة في الخارج ممكن نستخدمها في الإمارات. فالبحث العلمي في رأيي الشخصي هو أساسي في جميع المجالات، وأيضا الحمد لله هو في ازدياد. على سبيل المثال لما كنا نبتعث الطلبة للدراسة خارج الدولة، نسبة الطلبة اللي يدرسون دراسات عليا كانت فقط 17%، اليوم هي تقريبا 30%. ما شاء الله، فالحمد لله نشوف أن في إقبال أكبر على الدراسات العليا. معالي الدكتور أحمد بلهو الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، يعطيك العافية وكل التوفيق إن شاء الله، وشكرا جزيلا لك.